في عندنا سؤال، طيب صنف المستقبلات الآلية والحرارية حسب البنية. جاوب أستاذ. تفضل نزيه. نهايات عصبية حرة مجردة من نخاعين وجسيمات حسي وجسيم باشيني. لا منظومة جسيمات حسي من جملة، عدنا طيب الجسيمات الحسي. جسيمات حسي، جسيم باشيني، جسيمات مايسنر، أقراص ميركل، وجسيمات كراوس، وجسيمات روفيني. طيب ما المقصود بالجسيمات الحسية؟ جاوب أستاذ. تفضلي. هي ذات أنماط متعددة من حيث الشكل والبنية والوظيفة، وتوجد هذه الجسيمات في مواقع عديدة من الجسم، ونذكر منها أدمة الجلد. مما يتألف جسيم باشيني. جاوب أستاذ. نعم أستاذ. نعم أستاذ. تفضلي. يتألف من ليف عصبي سخين مغمد بالنخاعين، ومحفظة ضامة مكونة من صفائح ضامة متحت المركز، وخلايا ضامة تقع بين الصفائح. ممتاز عايش. ما الجسيم المسؤول عن حس اللمس الدقيق؟ جسيمات مايسنر. جسيمات مايسنر. تمام، أحسنتم جميعا، جسيمات مايسنر. فسر توصف الحساسية في الجلد بأنها نقطية. لأن توزع غير متجانس. لبابة جاوبينا. لأن توزع المستقبلات الحسية في الجلد غير متجانس. نعم ممتاز، إذن توزع المستقبلات الحسية في الجلد يكون غير متجانس. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم المستقبلات الآلية والحرارية، قلنا تتكون من الجسيمات الحسية والنهايات العصبية الحرة المجردة من النخاعين. بالنسبة للجسيمات كانت جسيم باشيني، جسيم مايسنر، أقراص ميركل، جسيمات روفيني، وجسيمات كراوس. بالنسبة لجسيم باشيني أشو كان دوره؟ خلينا مشاركة معاكم. أشو جسيم باشيني؟ استقبل آلة للضغط. طيب جسيم مايسنر؟ استقبل اللمس الدقيق. استقبل آلة للمس الدقيق. إذن مستقبل اللمس الدقيق، ممتاز. أقراص ميركل؟ هي مستقبل اللمس بعد مستقبل الحالية بالعوامل اللي تغير شكل سطح الجلد. عدنا يا نزيه من أول. أز مستقبلات للمس، وتعد مستقبلا آليا تنبه العوامل التي تغير شكل سطح الجلد، ولا سيما المنبهات العمودية على ذلك السطح. تمام ممتاز. زينب عدنا جسيم روفيني دوره. مستقبلات تحدد جهة التنبيه وينسب إليها الدور في حس الزخونة، إضافة إلى دوره كمستقبل للضغط. ممتاز. طيب جسيمات كراوس؟ مستقبلات للبروز في أسفل القدمين. إذن وظيفتها مستقبلات للبروز. عندنا أسئلة الدرس، مراجعة الدرس. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. جسيم حسي لللمس الدقيق. مايسنر. جسيمات مايسنر. إذن مايسنر. تغزر جسيمات كراوس في أسفل القدمين. ممتاز. جسيم باشيني مستقبلا ل الضغط. تمام ممتاز. أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي. توصف الحساسية الجلدية بأنها نقطية. لأن توزع المستقبلات الحسية توزع في الجسم بشكل غير متجانس. لحظة هيك مو ضابط الوضع. نسرين طيب يلا. لأن توزع المستقبلات الحسية في الجلد غير متجانس. نعم ممتاز، لأن توزع المستقبلات الحسية في الجلد غير متجانس. أسفل القدمين أكثر أعضاء الجسم برودي. نور طيب. بوجود جسيمات كراوس بشكل غزير. أستاذ لأنه جسيمات كراوس غزيرة أسفل القدمين. بسبب غزارة جسيمات كراوس، ممتاز نور. ارسم شكلاً تخطيطياً لجسيم باشيني وحدد المسميات على الرسم. هذا طبعاً جسيم باشيني. رقم واحد إيش بيمثل؟ نهاية عصبية. نهاية عصبية مجردة من الغمد. ممتاز، نهاية عصبية مجردة من الغمد. اثنين. اختناق رانفيل الأول. ممتاز. ثلاثة. ليف عصبي مغمد. ليف عصبي مغمد. أربعة. صفائح ضامي مو هيك؟ طيب ممتاز. خمسة. خلايا ضامي. ممتاز. هذا طبعا الرسمي مهمي
ركزوا عليها. تمام، إلى هنا بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم.